اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اسرار شرق اوسطية. تجاوزت البحرية البريطانية والفرنسية ما حدث بينهما في بحر المانش ودخلتا معا عبر حاملتي الطائرات تشارل ديغول والملكة اليزابيث، وهذه اول مناورة بريطانية فرنسية دعيت بجاليك سترايك. واهم فيها أنها كانت فوق قاعدة حميميم. روسيا قررت ربط طرطوس بحميميم فورا وربط كل المنظومة هناك ما بين القاعدة البحرية والجوية على حد سواء، لكن الكل يعتقد بأن هزيمة لبوتين اليوم، مع أولا الإسرائيلي الذي يقصف سوريا دون أي حماية ومن أي نوع بالنسبة لبوتين، وهذا تطور لم يعد مقبولا بالنسبة لما سمي بالقوة الروسية وحمايتها وقواعدها وتقنياتها وغير ذلك من هذه الأمور، لأن أمامها حليف يقصف وبخمسة وخمسين عملية في كل سنة. رغم وهنا أكشف لشرق أسرار شرق أوسطية على أن العملية التي كانت في 2020 كانت 221 عملية فقط. طلبت روسيا من إسرائيل لخفضها، فتكون ما يسمى بالعمليات الكبرى أو الاستثنائية أو العمليات الخاصة المبوبة تحت الرقم ألف بالنسبة للجيش الإسرائيلي. وهذا ما يؤكد بشكل مباشر على أن ما يجري هو هزيمة لما يسمى بالحماية الروسية أمام إسرائيل. فلا حماية روسية أمام إسرائيل، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن ما حدث البارحة مع البريطانيين ثم بعدها مع الفرنسيين والبريطانيين، لأنه في الأول من يونيو كانت هذه المناورات، اليوم أصبحت مكشوفة. وزارة الدفاع الفرنسية اليوم تكشف عن أسرار هذه العملية من جهة، وأنها كانت مزدوجة ما بين حاملتي الطائرات، وهذا الذي ليس لدى الروس. الروس ليس لديهم إلا حاملة طائرات واحدة خفيفة، وأصلا لم يستطيعوا تقنيا أن يواجهوها، وآنذاك حملوها إلى الإيطاليين من أجل أن يتعاطوا معها. لديهم حاملة طائرات واحدة وخفيفة كما قلت، موجهة أساسا للمروحيات، وبعدها حولت إلى طائرات قتالية ولكنها لم تكن مسعفة، فأصبحت هناك أمام إشكال لوجستي. بعدها لم يستطع الروس أن يعالجوها فأعطوها للإيطاليين للصيانة. إذن هذه حالة روسيا مع حاملة الطائرات. وعندما نجد حاملتي الطائرات كل من كوين إليزابيث البريطانية والفرنسية شارل ديغول، فهذا يعني مباشرة طيران على حميميم. الأمر يتعلق بما يسمى باستغلال الأجواء اللبنانية للقصف. حقيقة الوضع ليس كذلك. حقيقة الوضع لو أخذنا خطوط العرض وخطوط الطول سنجد على أن في قلب سوريا نفسها، يعني أننا أمام سوريا على الحدود السورية اللبنانية، من هنا يتم القصف، وليس لبنانا خالصا كما كان يحدث مع طرابلس وبعدها في صور. اليوم هناك في الأجواء السورية المتحدة أو في اتجاه صور في العودة، ولكن بالنسبة للقصف الأخير باتجاه حمص فكان من داخل الأجواء السورية تماما. لذلك فلا معنى للقدرة الأخيرة التي سلمت إلى بشار الأسد، ولكنها قدرة كانت محدودة، وكان يرغب في القصف من مصدر النيران ولو كان في سماوات لبنان. اليوم هناك ترتيب آخر، وأن القصف أتى من داخل سوريا، وهذا الذي يعني مباشرة أن صعوبة قائمة في إدارة هذه العملية عموما. أولا بالنسبة لما يجري عليه الحال لخطوط وقواعد الاشتباك من جهة، ثاني مسألة وهذه المهمة على أن الرد الناري بالنسبة لدمشق
لم يكن بالقدر الذي كان يرغب فيه، لأن الروس مضغوطون بشكل أكبر مع حالة كليمونسو 21 الفرنسية من جهة. وثاني مسألة، أول مناورة ما بين فريق البحرية لشارل ديغول والآخر لكوين أو الملكة إليزابيث. إذن في الأول من يونيو يوم الثلاثاء كان هناك في 2021 يوما تاريخيا بتعبير وزارة الدفاع، حيث قامت حاملة الطائرات الفرنسية المعروفة المعروفة بشارل ديغول إلى جانبي أيضا بإنجاز هذه المهمة. مهمة غاليك سترايك كانت أساسا موجهة لأول مرة إلى الضربات الجوية المباشرة ضد البحرية الروسية من جهة، وأيضا ضمن ما يسمى بالأهداف الأرضية أو بنك الأهداف المشترك، والذي يجمع من جهتين أن غاليك سترايك عملت على أكثر من جهة. أولا بتحريك الاف 35 بي، وكانت الضربات هنا قوية جدا وتكتيكية إلى حد بعيد، ثم بعدها مباشرة كان فيها تجاوز الاف 35 بي لقاعدة طرطوس من جهة أخرى. فإن السي جي اي اف الذي كان مشتركا، كانت هناك عملية مشتركة أطلق عليها سي جي اي اف فوق حميميم، كانت ناجحة وبنسبة عالية، خصوصا وأن هناك أكثر من 15 قطعة، وأيضا هناك 57 بين طراد وما بين خفر وما بين غيره، يعني أنه في المجموع هناك 15 قطعة كبيرة وهناك 57 قطعة. وإن جمعنا 57 على 15 نحن في اتجاه غير قابل للاحتواء، لأن ما يجري كان أيضا بلحاق كل من السفن الأمريكية واليونانية والإيطالية والهولندية، بالإضافة إلى الفرنسية والبريطانية. وأول تشكل غربي وصل إلى ما يمكن أن نقول عنه بأنه مواجهة 72 قطعة بحرية غربية ضد الروس ب 12 قطعة، وانظروا إلى الفارق ما بين الاثنين. مارك أوسيدات الذي صرح بتصريحات مباشرة بخصوص ما كان من غاليك سترايك، قال إنها معجزة غربية ضد طرطوس. إذن العملية هنا أن هناك توماس هوندا إلى جانب كل من الملكة إليزابيث وشارل ديغول والأمريكية هوندا، وأيضا بشكل مباشر الاف 35 بي الأمريكية. أيضا هناك كثير من القطع البريطانية كما قلنا، وكل القطع التي تعمل مع كليمونسو 21. نحن أمام تاسك فورس 50 على الأقل، وهذه العملية التي أنجزت مباشرة ضد طرطوس لحال عزلها، وقد تم عزلها لمدة أكثر من 4 ساعات. يقول ستيف مورهاوس المشرف على هذه العملية من الجانب البريطاني، لم يكن هناك إلا تصعيدا حقيقيا للقوة، هناك مستوى من التنسيق العالي البحري الذي لم يكن مسبوق وسريع. ويمكن أن يؤكد بشكل مباشر أن هناك قوة للشريكين الاستراتيجيين، فكيف عندما أضيفت توماس هاندا إلى هذه العملية كانت قوية للغاية، وهذا الذي جعل من هذه المناورات هي الأقوى على الإطلاق في 2021. والمعلوم هو أن الأدميرال توني رادكا الذي يعمل في الجيش الأول البريطاني، كذلك بالنسبة لجيلداي الذي كان يشرف على هذه العمليات البحرية بشكل مباشر انطلاقا من هوندر الأمريكية، والأميرال بيير فوندييه والذي أشرف بشكل مباشر، وهو للعلم هو قائد
أركان البحرية الفرنسية، كان مشاركا بشكل مباشر، لأن مثل هذا الثقل لم يكن مسبوقا. ولذلك فإن شارل ديغول وبعد الثالث من يونيو اختلف الوضع بشكل كامل، وظهر أن هناك تفصيل غير مسبوق بالنسبة للبحريات الثلاث الأقوى في المنطقة. لذلك فبالنسبة لكليمونسو 21 عرفت لأول مرة هذه القفزة غير المسبوقة، ليس أمام تاسك فورس 473 التي قامت بالعملية، إنما التاسك فورس الجديدة 50 التي أدارت كل هذه العملية بشكل قياسي وواضح. وهذا ما يعني مباشرة أننا أمام تفصيلات شديدة الخصوصية، لأن بالنسبة لما يجري قد يتأكد منه بلفظ عسكري فني تقني بسيط لا يتجاوز هزيمة بوتين. المسألة لا تتعلق بالاشتباك، إنما بالاحتواء والعملية الطيران المباشر فوق طرطوس بشكل عادي. بالنسبة لطائرات التجسس وطائرات الاستطلاع بشكل عاد جدا، كأن ما قام به بوتين في طرطوس نفس الرد الذي عليه بشار الأسد أمام ما حدث للضربات الإسرائيلية. هذا ببساطة، إن لم نقل أن على الأقل في دمشق كان صوت رد الدفاعات الجوية، ولو أن بشار لم يسمح له باستخدام نفس القدرات السابقة، وهذا يجب تأكيده، لم يسمح لبشار الأسد أن يستخدم نفس ما كان عليه الأمر في الرد السابق. لذلك فهناك خفض للرد، لأن الروس طلبوا منه هذا الأمر. هذه من جهة ثانية، على أن روسيا صور الأدميرال الروسي وهو يشرب القهوة. هكذا وصل الأمر بالنسبة للتجسس الاستطلاعي المباشر في طرطوس. البارحة كان مهما قبل بعد هذه المناورات مباشرة أن يدعو بشكل طارئ البحرية، قائد البحرية الروسي، أن يدعو بشكل عاجل قائد البحرية الروسية القيادة السياسية من أجل القول مباشرة لا بد من الربط ما بين طرطوس وما بين حميميم، كي تكون القطع كلها، يعني بحر وجو وبر، كل القطاعات الثلاث يعملون في بعض التحديات بشكل مشترك وبشكل منسق. وهذا الذي يجعل من روسيا لأول مرة لا تعترف بجيش، إنما تعترف بحضور. كان في المرة الأولى كان هناك حضور للجيش الجوي بين قوسين كما تسميه، أو القوات الجوية بشكل منفصل عن القوات البحرية وعن القوات البرية إلا بالتنسيق مع القوات الجوية من حميميم. هذا كان السابق. اليوم في شيء آخر، أن هناك ضمور وهناك انعزال قوي للحضور الروسي في سوريا، مما دفع مباشرة أولا جرأة إسرائيل في القصف، لأنه بعد المناورات مباشرة التي حدثت البريطانية الفرنسية على وجه خاص، وجدنا على أن الإسرائيلي طبيعي جدا على أن يصل إلى ما وصل إليه. وبالنسبة للبريطاني فهو قهر مرة ثانية بوتين فوق قواعده، وهذا ما شكل سابقة، خصوصا وأمام دعم فرنسي وأمريكي، لأن إن مست بريطانيا سيكون الرد في هاندر، سيكون الرد في شارل ديغول، وهذه الرسالة الموجهة إلى بوتين. إن كان المساس الذي يسميه الروس استفزازات، فإن الرد كان سيكون مباشرة عبر هاندر، عبر شارل ديغول، عبر 72 قطعة منها 15 بين طراد حامل طائرات أو فرقات كبيرة، وما دونهما سنجد على أن هناك 57 قطعة.
يعني أن روسيا كانت تحت حصار 72 قطعة غربية دفعة واحدة، مما جعلها معزولة بالكامل، واستغلت إسرائيل لقصف دمشق وضواحيها من جهة. ومن جهة ثانية فإن بوتين بهذه الحالة هي هزيمة يسمونها الهزيمة التكتيكية حسب الفنيين العسكريين، هذه هزيمة تكتيكية لبوتين. لذلك فهناك مراجعة مباشرة بربط حميمين بطرطوس وغيرها من الإجراءات التي يمكن أن تحافظ فقط على التواجد وليس على التفاعل. هذا هو المهم. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.